جيرارد جرب يلعب على كريس اوبيكبا وهيدا بلوك شوت اول لعطوفه بالاعاده اوف ملا باور بلوك يرجع الفرق بيطلع لتسعه واه حلوه كثير سله كريس جونسون بتمريره من والتر هودج اليوب ولا اجمل من تمريره خاطئه ترن اوفر جيد على فريق حكمه لاحظوا الفاست بريك والتمريره الممتازه ست تمريرات حاسمه لرودريك عائل وهالمره المستفيد هو اللاعب مالكولم رايلي لاحظوا بالاعاده قد ايه حلوه التمريره من رودريك وكيف سجل مالكولم رايلي تايم اوت بيطلبوا المدرب غسان تركيز جوز العوم بيعطي داريان تاوز والبلوك شوت لكن تاوز بيكمل من اوفنسيف ريباوند وبيسجل نقطه الرابعه لعند مارس مارك لاينش بحاول يمرر لا 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 ما معقوله ما معقوله اللي عمله مارك لاينش لحظه بيك اند رول لحظه ملا تمريره وملا سله عملت من تحت السله واو اي لاف ذيس جيم هالمره امير يلي بمرر وكريس اوبيكبا عم يستعرض وعم يسجل نقطه السابعه